إعلان الهدايا المقدمة والدروع المقدمة من جمعية استدامة لحفظ النعمة. الفريق الفائز أو نجم الريالتي، إيش رأيكم؟ نعلن عن وش؟ شيء نجم الريالتي. لا فريق الفائز. لا لا. لا فريق. خلي النجم تقريبا. نعلن إيش رأيكم؟ خلي النجم آخر. نجم الريالتي. طبعا نجم الريالتي واللي كان تصويته من قبل الجمهور في برنامج الروشن، وبعد أن قضى 28 يوم ما بين إبداع ولقاءات جميلة وجلسات وتعب وجهد، وهذا حصاد طيلة الفترة هذه، وأيضا جمهوره كان حريص جدا على أنه يكون نجم الرياليتي في برنامج الروشن 28 يوم كفيلة بأن تعطي هذا النجم درع نجم الرياليتي، ويستاهل بلا شك. إن كان من فريق إشداد أو البيرك أو الشلفة فهو يستحق، وكلكم الحقيقة تستحقون، وكلكم نجوم الرياليتي، كلكم نجوم قدمتم ما بوسعكم خلال هذه الفترة، ولكن لابد أن يكون نجم رياليتي واحد في برنامج الروشن، وتحديدا في اليوم الختامي الأخير. أبدع وتميز وهو يستحق ذلك، فألف ألف ألف مبروك لنجم الرياليتي ببرنامج الروشن الرمضاني على شاشة قناة الواقع الفضائية، النجم خلف القحطان. أول شيء شكرا لكم يا أخواني الحضور والمستمعين، الله يبيض وجيهكم، قضينا ليالي جميلة وتشرفت بمعرفة 14 رجال، والله أنه مكسب، هذا المكسب الحقيقي. والكلام الثاني أشكر الجمهور، والله يا الثنان ما يوفيهم حقكم، يعلم الله أني صادق من أيام البزنس، وهم وش أقول، هم اللي قدوا خلف للنجاح، وهم اللي السبب الرئيسي في نجاح خلف، هم وربع اللي وراي وقروب الدعم وأهلي وإخواني وأخواني المتسابقين اللي ادعموني بالكلام الطيب بالحال وبالمال، لكن الجمهور لهم ثناء خاص، لو وبثني منه لا بكرة، والله ما فيهم حقهم من أيام البزنس وهم واقفين، وسموهم الطوفان من قوهم، ولا في برايم كنت أحد ملوك البرايمات، وكانوا أول من يردون أنا بالاتصالات وبالرسائل، هذا من قوتهم ومحبتهم، ودخلت واستبعدوني وردوني بعد فضل أبو سلطان والإدارة الله يطول عمارهم، وذا الحين قدنا في الروشة، وذا الحين قدنا في الروشة، ما نبي قايل فيك شيء، وذا الحين قدنا في الروشة أشوف الصباح بين هم وبين حرص وبين أنا ذا الحريص، لكن يعلم الله أني شفتهم أحرص مني، وبعضهم والله اني اقرا الرسائل اللي ما رقد واللي حط منبه واللي حريص على تتويج خلف، وعدوا خلف اخو، وانا والله اني عدهم اخوان وخوات، لو اثني عليكم منا لا بكره، والله مو فيكم حقكم، بعيد كلام من قد قلته ايام البزنس. اقول ساق لي ربي من الخير جمهور غفير،
وقفوني واحتموني على ساق وقدم ولاحت بروق التهاني وناداني البشير قال لي والوضع لاجلك تراه محتدم قلت دام اني معاهم يصير اللي يصير والله انه وسد القبر ما جاني ندم اختام الكلام اختام الكلام اختام الكلام بختمه ببيت اقول تبارك لي على ويش يا رجال هذا حقي اللي كان ضايع وادري يا سلام ألف مبروك لخلف القحطاني نجم الرياليتي ببرنامج الروشن الرمضاني أصبحوا شخصين من برنامج من نسخة واحدة يحصلون على نجم الرياليتي اللي هو نايف فرفيدي وخلف القحطاني وألف مبروك وتستاهلون. الآن أتى الإعلان عن المركز الأول ولكن أطلب من الجميع بعد إذنكم أن كل مجموعة تقف يعني مع بعض الشلفة في الجهة اليمنى مجموعة وفي الجهة اليسرى مجموعتين.